إن رفقة العمل التطوعي المدعوم بتيقظ الفعل الإنساني الحسن يعد بمثابة إشارة على كمال مستوى الوعي المجتمعي لدى الفئات كافة في رسم أبهى صور التكافل الذي يصب في خانة تماسك الجماعات وترابطها. ومبادرة إفطار على الطريق إحدى هذه الصور التي تظهر ملامح الإتقان في أداء الإحسان وكيفية صنعه. مضى بنا الوقت مسرعا في قضاء أجمل اللحظات برفقة من تآزر في نفوسهم حب الخير مع كسب الأجر عبر سد رمق الصائمين ممن شهدوا موعد الإفطار خارج منازلهم ببعض من حبات التمر وعبوة ماء نقية تنسيهم إلى حد جيد تعب صيام يوم كامل قضوه في كسب الرزق وربما لإتمام حاجة اضطروا على تسويتها مع قرب أذان المغرب. الأوقاف السنية دائما ما وفي كل سنة تنفذ مثل هذه المشاريع وما يخص إفطار صائم. طبعا الأوقاف السنية في مجمل المشاريع تقريبا خصصت ما يقرب من 166 ألف دينار هذا العام. يعني من ضمن هذا المشروع إفطار على الطريق، وهناك إفطار أيضا للجاليات في المساجد، وأيضا وجبات إفطار تصل عن طريق كوبونات إلى الأسر البحرينية، وايضا دخلنا فيه كسوة العيد، اضافة الى يعني توزيع مليونين قارورة ماء سبيل في جميع هذه الفعاليات. ان رفقة العمل التطوعي الذي يغذيه سمو الذات وممارسته بشغف مدعوم بتيقظ الفعل الانساني الدائم الذي لا ينتظر اي مقابل نظير جهد ما قد يبذله يعد بمثابة اشارة على كمال مستوى الوعي المجتمعي لدى الافراد في رسم أبهى صور التكافل الاجتماعي الذي يصب في خانة تماسك الجماعات وترابطها. تلاقي أن في عندك مثلا الناس على الطريق بمختلف مشاربهم يستفيدون من هذه المشاريع، الجاليات الموجودة في البحرين بأعداد كبيرة أيضا تستفيد في المساجد ونقاط التجمع. أيضا موضوع ماء السبيل يصل إلى أماكن كثيرة جدا يعني وعليه طلب كبير جدا. فالرسالة أن نحن على هذه الأرض الحبيبة، كل من يعيش على هذه الأرض هو مصدر اهتمامنا، ونحن في شراكة مجتمعية مع هذه الجمعيات حقيقة الفاعلة على الأرض، نحن بدورنا نقدم الميزانيات ونقدم الدعم لهم، وهم ما شاء الله قائمين بالواجب. إن ثبات الموقف توقده عزيمة تهدي جهدها وتطرح عطاءها أكثر في شهر الخير، شكيمة دائما ما تتوجه على أن تكون جزءا من وحدة الصف وتآلف في روح النشاط وخدمة الآخر. يحب الخير، يعني الواحد ما له اللي يسوي خير هنا، واحنا نحب ان نساعد الاوادم وما تطوعنا واعمارنا مايات اللي يعني اللي على 18 19 وتطوع وقف الشارع الا لان رمضان ويحبون الخير الاوادم. آلية عمل منظمة وحرص شديد على سلامة المتطوعين عند البدء في كل عملية توزيع. الإشارة الحمراء كل يوقف نروح نوزع بالترتيب بالتفاهم. اسلوب طريقة الكلام شيء حلو، واذا طاقت الإشارة خضراء الكل يوقف ويبتعد عن السلامة لاجلهم لاجل سلامتهم. عبر ودروس مستفادة يمكن جنيها من وراء الإتقان في أداء الإحسان وكيفية صنعه. بالفعل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، والناظر لملامح المشهد الواقعي يعي بقاء الأمة على نبل مبادئها، كمثل بقاء الإنسان على انتمائه وعكس أفضل الصور وأكثرها إشراقا عن المحيط الذي يقطنه. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.